سلام لي زامي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتفرجوا في هذا لا نوفيل فيديو ديالي. اليوم جيت نهضر لكم على هاد لو جي نيتوايون اللي معروف بزاف واللي بزاف ديال البنات كيسولوا عليه و كيبغيو لي زافي عليه، واش زوين واش ما زوينش، سورتو البنات اللي كيعانيو من الحبوب في الوجه ديالهم، اللي عندهم اون بو اكنيك ولا اون بو غراس ou bien une peau mixte à grasse. Donc هاد لو جي نيتوايون كيليق تقريبا لكاع انواع البشره من غير البشره الناشفه، يعني البشره اللي كتكون عاديه، البشره اللي كتكون معرضه للحبوب، البشره المختلطه والبشره اللي ميكست. دونك هويا هنا مكتوبه فيه تيستي سور بو غراس اتوندونس اكنيك، هو الي ديدي الناس اللي الوجه ديالهم غراس. دوكو داكشي علاش كيليق لابو اللي كتكون ميكست ولابو اللي كتكون نورمال، اي لابو اللي كتكون معرضه لحب الشباب. دونك اول حاجه غادي نقول على هاد لو جي نيتوايون ديال لا روش بوزي اي فاكلار، هذا سي ان كود كور صراحه، ان كود كور. لان علاش؟ اول حاجه هو ما فيهش الكول، وهذه الحاجه اللي زوينه وضروريه تكون في ان جيل نيتوايون. مصايب من لو تيرمال، واي جيل نيتوايون فيه على باز دو لو سيتادير فيه الماء وما فيهش الزيت، سي تان جيل اللي مزيان لابو اللي معرضه للحبوب، حيت ملي كيكون اباز دو دونك ما كيكونش كيزيت لينا الوجه وكيشرب لينا كاع الدهون اللي كتكون لينا في الوجه ديالنا. باش عجبني سي كو ما تنشفش الوجه، ولكن ضروري معاه اون كريم هيدراتونت موراه، هادشي ضروري. ديما كنقولو لكم مورا اي جي نيتوايون خاصكم ضروري اون كريم هيدراتونت اللي تيدغاتا لك الحبوب ديالك، واخا تكون لابو ديالك تكون لابو ديالك غراس، واخا تكون لابو ديالك ميكست وكتزيد لك، راه كريم هيدراتونت نو فو با دير بلي غادي تزادك الزيت ولا غادي تزادوك الحبوب في وجهك. واخا تكون لابو ديالك ميدمه راه محتاجه ليدغاتاسيون، حيت وغير هي خاصك تاخدي اون كريم هيدراتونت لي ادابتي بيان سور لو تيب دو بو ديالك، حيت لا مشيتي خديتي واحد لا كريم هيدراتونت لي اباز دو ويل بيان سور غادي يتلك الوجه ديالك وغادي ينوضو لك الحبوب من بعد. انا من بعد غادي نقول لكم غادي نهضر لكم في فيديو واحد اخر على لا كريم هيدراتونت الادابتي لا بو غراس ولا بو اكنيك، باش نفكركم البنات. واشاك فوا كنقولها لكم سورتو البنات اللي متبعيني عارفين باللي لا بو ديالي ميكست، دوكو انا كندير شي حاجه لا بو ديالي، وسورتو البنات اللي عندهم لو ميم تيب دو بو بيان سور غادي تبعوا هادشي اللي غادي نقول لهم. بالنسبه للبنات اللي وجههم ماشي بحال وجه ديالي، كنصحكم انكم تقلبوا مزيان عاد تشريو لو برودوي ادابتي ليكم، كومسا انكم تفاداو اي هيجان في الوجه ديالكم ولا اي مشكل يقدر يطرى لكم في الوجه ديالكم. انا علاش خديت هذا؟ افون لا شفتو راه كنت درت لكم على نورماديرم ديال فيشي، هذاك اخي برودوي خديت هو هذاك، لانه فريمون خرج ليا على وجهي، نوض ليا بزاف ديال الحبوب، واخا قريت عليه بلي انه غيخرج لك الحبوب وغادي يداويهم، لا فريمون اشاك فوا تنخدم به اشاك فوا تنديرو لوجهي تنوض ليا الحبوب وتهيج ليا وجهي. ديكو حبستو صافي، راه باقي عندي هو ولا كريم هيدراتون ديالهم، فريمون بدا ليا كارثه في وجهي ونوض ليا داك الحبوب اللي رقيق ديجا زاد كترو. الوغ من خديت هذا صراحة حيد لي داك الحبوب اللي كان عندي في الدقن ديالي، سقطو كانوا نوضو لي واحد الحبيبات صغيورين ما كنتش عرفت مناش، وزاد هيجهم ليا نورماديرم. مي هذا صراحة هو اللي نفاني فريمون لو كود كارتي حلي. الوغ هاد لو تيب هذا هاد لو تيب سمحوا ليا 200 مليليتر داير تقريبا واحد 144 درهم 145 درهم. فوالا هادي بعدا راه ماشي هي ماشي هي التوب الاولى ديالي، راه ديجا ديجا انايا خدمت بيه وعاود شريت واحد اخر اللي هو هذا. دونك بالنسبه اللي كيف ما ديما كنقول لكم راه كيبقى صالح دوز موا، وهادو هما لي زانغريديون ديالو
هما بالنسبه للبنات اللي تيبغوا يشوفوا لي زانغريديون. كيف قلت لكم راه سون الكول، هاي مكتوب هنايا. دونك 200 مليليتر 145 درهم، وتبقى على حسب لو بارون. بالنسبه كان واحد كان برومو، انا نوريكم اليوتيوب ديالو. فوالا هانتوما، هذا هو اليوتيوب، في 300 مليلتر زايدين لك 50% اوفير، هو بلو ميم بري. دونك اللي لقيتو في لابارا فارماسي لقيتو هذا من الخير، سينو راه غادي تلقاو هذا ديال 200 مليلتر، ولا اللي كبر منه راه زايد عليه في الثمن جو بونس 198 درهم 400 مليلتر. دونك هادشي اللي بغيت نقول لكم. المهم هو انا كي تلقاي لو جي نيتوايون اللي ادابتي لابو ديالك واللي ما يخرجش لك عليها. و جو بونس البنات زعما لا بلوبار ديال البنات مجربين هاد لا روش بوزاي. لا روش بوزاي تبارك الله عندها دي برودوي زوينين، وعندها دي برودوي اللي تيليقو سورتو سورتو لا بو غراس ولا بو ميكس، عندهم دي برودوي ادابتي ليهم. و راه ديجا كنت درت لكم على افلاك لار ديو، كنت جربتها و حتى هي زوينه. و دابا جربت افلاك لار لو جيل موسان، و حتى هو زعما عجبني بزاف و جو لو ريكوموند، ما غاديش تندموا عليه. دونك فوالا هذا هو الراي ديالي صراحه على افلاك لار جيل موسان. كنتمنى انا لا فيديو تكون عجباتكم، انكم تكونوا استفدتوا منها. ما تنساوش انكم ديروا جيم الى عجباتكم وتبارطاجيوها مع صحاباتكم، وتابوناو لاباج باش يوصلكم اي جديد ديالي. ان شاء الله لا بروشين فوا غادي ندير لكم اون فيديو خصيصا على لا مارك ذا اورديناري، راه خديت منها بزاف ديال لي برودوي وغادي نجربهم، وراني كنجرب فيهم، وغنقول لكم ان شاء الله الراي ديالي صريح عليهم. سلامه.